فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ابن عجيل أو ابن عجيل ويا زيلعي وابن علوان، هل هؤلاء كانوا رجالا صالحين؟ أدري يعرفهم أهل اليمن، أنا ما أعرفهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ثلاثة أشخاص عرضنا أنهم صالحين وأتقياء، ما يجوز أن يستغاث بهم وأن يدعوا من دون الله عز وجل. نعم.